عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد وحلقة جديدة، وبنبارك لكل جماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان بعد فوز النادي الأهلي الساحق والمستحق على نادي الزمالك النهارده بنتيجة كبيرة جدا على الغريم التقليدي، وده بيحط نادي الزمالك في موقفه الطبيعي ومكانته الطبيعية مقارنة بالنادي الأهلي، عشان خاطر جماهير نادي الزمالك اللي بتلت وتعجن كتير وبيحبوا يقارنوا نفسهم بالنادي الأهلي عشان خاطر يبقوا بيساووا نفسهم بالنادي الأهلي. بعد كده النهارده النادي الأهلي بيهزم نادي الزمالك بنتيجة هي الأكبر تقريبا في آخر 10 سنين من مباريات القمة. النهاردة بيتسو موسيماني بدأ تشكيل النادي الأهلي مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، وكان فيها مجازفة كبيرة جدا من جانب محمد الشناوي، لأن هو اللي طلب أن هو يلعب مباراة القمة لسببين، لأن مباراة نادي الزمالك هي مباراة قوية بما أنها مباراة قمة في الدوري العام، وللسبب الثاني عشان خاطر بعد مباراة الزمالك هيتم استوقاف الدوري العام لمباراتين المنتخب الوطني، وعشان خاطر محمد الشناوي ينضم لقائمة المنتخب اللي هيتم الإعلان عنها إن شاء الله عقب المباراة بأمر من كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني. فده اللي دفع محمد الشناوي للمجازفة ان هو يلعب ويطالب بلعب المباراة، وكل ده كان على مسؤولية محمد الشناوي. كمان النهاردة في خط الدفاع بتاع النادي الأهلي بنلعب بنفس تشكيلة مباراة الإسماعيلي باستثناء تبديل واحد فقط في خط الدفاع، بنلعب 3 في الدفاع: حمدي فتحي وبدر بنون وأيمن أشرف ورباعي نص الملعب الباكين الطايرين أكرم توفيق اللي كان النهاردة من رجال المباراة، من رجال المباراة النهاردة أكرم توفيق، النهاردة أشرف بن شرقي وأحمد فتوح وكمان أحمد السيد زيزو، أي لاعب من لاعبي نادي الزمالك ما قدروش إن هم يعدوا على أكرم توفيق واحد ضد واحد، ما قدروش إن هم يعدوا من أكرم توفيق خالص. أكرم توفيق النهاردة قافل على كل لاعبة الزمالك مية ونور. كمان الباك الثاني علي معلول اللي النهارده برضو من رجال المباراة، وكل لعيبة النادي الأهلي بصراحة كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية وحاسين بقيمة تيشيرت النادي الأهلي، ويا سلام لما يكون متواجد جمهور النادي الأهلي في المدرجات بيدي دفعة قوية جدا جدا للعيبة النادي الأهلي. علي معلول النهارده اللي اتسبب أو ساهم في ضربة الجزاء، هو اللي جاب ضربة الجزاء وهو اللي سجل ضربة الجزاء هدف في مرمى محمد أبو جبل أو نادي الزمالك. كمان ثنائي نص الملعب اليو ديانج اللي سدد النهاردة صاروخية في بداية المباراة خبطت أو ارتطمت في إمام عاشور، وبعدين ارتطمت في العارضة وأبو جبل كان ليه النصيب الأكبر إن هو اللي سجلها هدف. والعالمي بقى العالمي أو المايسترو عمرو السولية، النهاردة عمرو السولية عمل الاسيست للجول الثالث، اسيست عالمي، اسيست ما يعملوش لاعب في الدوري المصري مكان عمرو السولية. أي نعم النادي الأهلي أكبر نادي في الكون وأعظم نادي في الكون، ولكن مكان عمرو السولية مش في الدوري المصري. عمرو السولية يلعب في أفضل نادي في العالم، وإحنا كلنا مقتنعين إن النادي الأهلي أفضل نادي في العالم. فالنهاردة عمرو السولية عمل أسيست ولا أروع لمحمد شريف اللي سجل بيه الهدف الثالث، واثنين تحت راس الحربة بيرسي تاو اللي كان مختفي تماما في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني ظهر شوية، مع محمد مجدي أفشة، وكمان راس حربة وحيد هو المخيف محمد شريف، محمد شريف اللي دايما هو كابوس لكل جماهير نادي الزمالك. النهاردة بيتسو موسيماني أرى المباراة بشكل كويس جدا جدا، كان بيسحب لاعبي نادي الزمالك قدام وبعدين يلعب في ظهر خطوطهم، ودي الخطة اللي شربها باتريس كارترون. خطة بيتسو موسيماني النهاردة اللي غفل كارترون فيها هو اللي بيسحب لاعبة الزمالك، وكارترون النهاردة مصر على الضغط العالي، نازل بيضغط على النادي الأهلي ضغط عالي، وده اللي احنا عايزينه واللي عايزه بيتسو موسيماني عشان خاطر بيتسو موسيماني يلعب في ظهر دفاع نادي الزمالك. النهاردة لاعبة نادي الزمالك كلها مرتبكة في المباراة. النهاردة
النادي الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده كتير جدا، اكتر من النتيجه اللي احنا عملناها. النادي الاهلي النهارده كان يقدر يكسب. النهارده كمان محمد الشناوي شال كوره في بدايه الماتش او في الشوط الاولاني، الكوره اللي اتحسبت تسلل، ولكن شابوه عليها، يشكر عليها ان هو شال كوره صعبه، كوره بينه وبين اللاعب متر، قدر ان هو يشيلها من اقدام اللاعب. صراحه كده التحكيم لازم ينقذ نادي الزمالك من النادي الاهلي النهارده، لولا الحكم المصري المشبوه النهارده حكم مباراه القمه، ادى الفرصه لنادي الزمالك اللي هو يقلص الفارق، وادى امل كبير جدا لنادي الزمالك ان هو يقلل الفارق بقدر اكبر على النادي الاهلي. النهارده محمد عادل بيدي ضربه جزاء من وحي خياله كالمعتاد لنادي الزمالك. النهارده علي معلول وهو واقع على الارض ضرب الهوا، ضرب الهوا، مش هنقول لك ضرب رجل المهاجم بتاع نادي الزمالك، لا، ده ضرب الهوا، مهاجم نادي الزمالك وقع، وكالمعتاد تم احتساب ضربه جزاء لنادي الزمالك بعد الرجوع للفار. فدي كارثه، هنشوف بقى مين اللي يتحمل الكارثه دي. هل عصام عبد الفتاح يتحمل كارثه زي دي ويقدم استقالته، ولا رئيس اتحاد الكره يقدم استقالته ويتحمل كارثه زي دي؟ هم اللي اصروا على حكام مصريين. النادي الاهلي طلب بحكام اجانب، ولكن رئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح قال لك انا واثق في الحكام المصريين وهدي المباراه للحكم محمد عادل. طب يا سيدي، ده الحكم ده بالذات ليه كارثه وكوارث عديده مع نادي الزمالك، لصالح نادي الزمالك كل مباراه لازم يحسب ضربه جزاء. والكارثه الاكبر ان احمد الغندور المعروف انتمائه هو كمان على غرفه الفار. فالنهارده الحكام بتمارس العاده بتاعتها، لازم كل مباراه ضربه جزاء لنادي الزمالك. النهارده المفروض واحد زي احمد السيد زيزو ياخد طرد مباشر لتدخله العنيف على مجدي قفشه. كلنا شفناها ان زيزو كان داخل يضرب ومتعمد الضرب، ضرب من غير كوره، عقوبته الطرد المباشر. لكن انت النهارده بتديله بكل دم بارد انذار، حتى حكم الفار ما استدعكش تشوف اللعبه. كمان ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك دي تقديريه للحكم، اصلا علي معلول ما لمسش سيف الدين الجزيري عشان تحسبها ضربه جزاء. فالنهارده كارثه كبيره، يعني لولا الحكم النهارده وقرارات التحكيم في مباراة الزمالك كان المباراة دي تخلص أقل تقدير فارق 5 للنادي الأهلي. لكن أنت النهاردة اللي اديت الجول التاني لصالح نادي الزمالك، لولا الجول التاني ده كان زمان نادي الزمالك خسران أكتر من فارق 5، وكمان طرد لأحمد السيد زيزو. فالنهاردة النادي الأهلي لعب بشرف وكسب بروح لعبته. بيتسو موسيماني النهاردة نازل المباراة وقرايته للمباراة 10 مليون، لكن تبديلاته الكتيرة دي عشوائية ومفيش طريقة للعب. ميكيسوني النهاردة أنا مش عارف إحنا جايبينه ليه، لعيب بطيء في سرعته، ما عندوش سرعة أساسا، لعيب بطيء في تفكيره، رجليه على الأرض بطيئة، مش هو زي بيرسي تاو سريع كده في الكورة.